ومعه اختبار جديد من اختبارات وظائف الكبد وهو الألبيومين، بالعربي يعني الزلال. كلمة زلال يا شباب يعني صافي، لما أقولك اشرب ماء زلالة يعني مية صافية. عارف انت زلال البيض؟ البياض بتاع البيض ده، يعني لما أقولك البيض آحه رائع مش بهزر والله، افتح المعجم هتلاقي زلال يعني آح. الألبيومين أصلها كلمة لاتينية ألبيومين اللي هو زلال البيض، يعني الألبيومين مادة كيميائية اللي هو البروتين ده موجود في جسمنا وموجود في البياض أو الزلال بتاع البيض اللي اسمه ألبيومين. دلوقتي أنا باكل مواد غذائية غنية بالألبيومين، أيوة غنية بالبروتين. زي إيه؟ تعال هجيب لكم بنتي نيروز تقول لكم تعالي يا نيروز الألبيومين موجود في إيه؟ هتقول لي موجود في المحمى وبابن والدبنة والبيضة والممك والبادي، كل دي مواد غنية بالبروتينز الألبيومين، وهيتم امتصاص الأحماض الأمينية الأمينو أسيدز دي في الأمعاء للدم توصل للكبد واللي هيصنع منها البروتينز وبعد كده يطلعها على الدم. فاكر انت في الدم شوية توتالات كده زي التوتال بيليروبين اللي هو كان عبارة عن دايركت بيليروبين واندايركت بيليروبين، وكان عندنا التوتال كوليستيرول اللي كان عبارة عن HDL والDL وVLDL، وفي عندنا التوتال T4 هرمون اللي كان عبارة عن الفري T4 والباوندد T4، في عندنا برضو توتال بروتينز البروتينات الكلية اللي موجودة في البلازما عبارة عن 60% منها ألبيومين و40% منها بقى ايه جلوبيولينز بقى وبروثرومبين وفايبرينوجين. خد بالك الجلوبيولينز اللي معلم لك عليها دي عبارة عن ألفا 1 جلوبيولين، ألفا 2 جلوبيولين، بيتا جلوبيولين، جاما جلوبيولين. كل الفراكشنز دي كلها اقدر اعرف كميتها في الدم باستخدام البروتين الكتروفريسيس تكنيك، بس الاسهل والاسرع ان انا اقيس التوتال بروتين كلها على بعضها باستخدام البيوريت ريجنت. واجمالي التوتال بروتين في الدم كلها على بعضها كام؟ من 6 ل 8 جرام على الديسيليتر. جرام بجرام مش بالمللي جرام، ما هو كتير قوي قوي. خد بالك بعض الجلوبيولينز بينتجها الكبد والبعض الاخر بينتجها الجهاز المناعي. نرجع لكلامنا، الكبد هينتج الألبيومين وينزله الشغل بقى، ايوه هينزل الشغل وهي البلازما الدم، الدم بس. بص يا صديقي شايف المنظر اللي قدامك ده؟ دي خلية، اي حاجة جواها هقول عليها intracellular يعني جوه الخلية. شايف ده؟ ده وعاء دموي blood vessel. اي حاجة جواها هقول عليها intravascular. جميل. طيب المنطقة اللي ما بين الخلية والوعاء الدموي دي هسميها ايه؟ interstitial، يعني المنطقة اللي ما بين الخلايا والوعاء الدموي. طيب الألبيومين موجود فين؟ 60% منه موجود في الانترستيشل المنطقة دي، و40% منه موجود في الانترافاسكولار في البلازما في الدم. والمعدل الطبيعي بتاعه في البلازما في الدم لو فوق 3 سنين والبالغين بقى وكده من 3.5 ل 5.5 جرام على الديسيليتر، اما لو عيل صغير بقى اقل من 3 سنين بقى ومواليد من 2.9 ل 5.5 جرام على الديسيليتر. ويفضل الألبيومين ماشي في الدم، بس ركز معايا في الحته دي، على فكره عمره طويل في الدم شويه، يعني الهاف لايف بتاعه 3 اسابيع 21 يوم، يعني لو حصل مشكله في انتاجه مش هنعرفها الا بعد 3 اسابيع. اذا لو حصل مشكله من زمان مزمنه كرونستي بقى هو ممكن يحصل فيه خلل، تمام، وممكن يكون علامة برضو للسيفيريتي لحدة المشكلة، هنتكلم عن النقطة دي بالتفصيل بعدين. ويفضل الألبيومين ماشي في الدم، يقوم بوظيفه بفضل ربنا، وعلشان حجمه كبير وشحنته الكهربائية سالبة مش بيقع ونفقده في البول، فالكلى محافظة عليه وعلى مستوياته في الدم. والحمد لله درجة حرارة الدم متوازنة، لأن لو درجة حرارة الدم ابتدت ترتفع ده بروتين هيحصل له تجمد هيجمد. شفت انت لما تحط البيضة على النار وتسلقها البياض بتاعها بيتجمد علشان الهيت ديناتوريشن. لحظة بس، انا سمعتك وانت بتقول ان ليه وظائف في الدم، هو الألبيومين له وظائف؟ طبعا. خد عندك يا نجم هقولك اشهر 3 أو 4 وظائف لي. الوظيفة الأولى والأهم الأنكوتيك بلازما بريشر،
ركز معايا في دي. دايما جدتي كانت تقولي الدم عمره ما يبقى ميه، للأسف يا نينا مع الألبيومين ممكن يبقى ميه. الدم ده يا شباب عبارة عن ميه، والله ماشي دايب فيها مواد وماشي فيها خلايا. ده الوعاء الدموي اللي ماشي فيه الدم، او ما بين قوسين الميه. مين اللي محافظ على الميه دي جوه الوعاء الدموي وانها ما تتسربش وتخرج بره الوعاء الدموي؟ في هنا عندي قوتين يا شباب. القوه الاولى اسمها اسموتيك بريشر. اسموتيك بريشر، الاسموتيك بريشر بتحافظ على السوائل ان هي تفضل جوه الوعاء الدموي وانها ما تخرجش وتتسرب لبره الوعاء الدموي. وفي قوة تانية مضادة ليها عكسها اسمها هيدروستاتيك بريشر، بتخلي السوائل تخرج بره الوعاء الدموي وتسحبها لبره. يبقى القوتين دول عكس بعض. طيب الالبيومين دخلوا ايه في الموضوع ده؟ ما هو الالبيومين يا باشا هو المسؤول الاساسي عن الاسموتيك بريشر. الله، اذا الالبيومين محافظ على توازن السوائل ما بين الوعاء الدموي وما بين الخلايا وما بين خارج الوعاء الدموي. ايوه، يعني الالبيومين لو قل السوائل هتبدا تترشح لبره وتتراكم في الانسجه وحوالين الخلايا، ودي بنسميها الانكوتيك بريشر او الاسموتيك بريشر. جميل قوي. طيب تعال ناخد بقى الوظيفه الثانيه، انه شيال او ناقل. ايوه، الالبيومين ده عباره عن ميكروباص بينقل الناس في الدم. تخيل ده ميكروباص اسمه الالبيومين، والركاب اللي هينقلهم كالاتي: هيقعد في الكرسي اللي قدام جنب السواق الكبير بتاعنا الكالسيوم، يعني الكالسيوم بيمشي في الدم منقول على الالبيومين. طيب وهيقعد في الكرسي اللي ورا السواق الجماعه اللي هم الهرمونز بقى. ايوه، في بعض الهرمونات بتتنقل، الشيال بتاعها هو الالبيومين. هيقعد في الكرسي اللي بعده الانكونجوجيتد بيلروبين، الصفره الغير مباشره، لانها مش بتدوب في الدم ما بتدوبش في الميه، وبالتالي لابد ننقلها على الشيال بتاعنا الالبيومين. وهيقعد في الكرسي اللي بعد كده بعض الادويه بتتشال في الدم بالالبيومين. تمام، لذلك بعض الادويه كفائتها مرتبطه بنسبه الالبيومين في الدم وحاله الكبد. في الكرسي اللي ورا خالص هنرمي الفري فاتي اسيدز تتنقل فيه. الوظيفه الثالثه وهي ان الالبيومين يعتبر بافر، بيعمل بافرنج، ومش هطول فيها. والوظيفه الرابعه هو عباره عن ماده غذائيه بتمد الخلايا بالاحماض الامينيه لبناء الخلايا. انا كده خلصت حلقه النهارده، حلقه سهله جدا. الحلقه اللي جايه عن انخفاض الالبيومين في الدم، لو قل ايه اللي يحصل؟ تخيل بقى الوظائف اللي احنا قلناها دي اختلت بقى، تخيل ايه اللي ممكن يحصل. استنانا الحلقه اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.